مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا مع شبكة الجامعة. أركبت مثل البوم والسنبوك والشوع الكبير، أرفعت أشرعة أمام الريح في الليل الضرير. هل ذقت زادي في المساء على حصير؟ هل ذقت زادي في المساء على حصير من نخلة ماتت؟ وما مات العذاب بقلبي الدام الكسير؟ هل طاردتك اللخمة السوداء والدول العنيد في القاع والرماي خلفك كالخفير يترصد القواص؟ هل ذقت العذاب مثلي وصارعت العباب؟ أمسكت مفلقة المحار في الفجر مرتجفا لتكتمل القلادة في عنق جارية تنام على وسادة؟ هذه القصيدة هي جزء من المذكرة الأولى من كتاب مذكرات بحار الشاعر المعروف محمد الفايز. ركبت مثل البوم والسنبوم والشوع الكبير، رفعت أشرعة أمام الريح في الليل. المساء على حصير من نخلة مات وما مات العذاب بقلبي. الأغنية اللي سمعناها أغنية شاد الخليج هي القصيدة اللي قلناها بالأول المذكرة الأولى، والآن رحبوا معاي بمحمد الفايز نفسه. أهلا وسهلا. مساء الخير محمد. أهلا وسهلا. مرحب فيك في البرنامج. يا أهلا مرحبا محمد. طبعا أنت في غنى عن التعريف. أهلا وسهلا. خصوصا في ما يتعلق في قصائدك وشعرك عن حقبة من تاريخ الكويت، ما يتعلق في البحر. العفو. وغزلياتك ورمزياتك إلى آخره، فنريد نعمل وياك شوية خلينا نقول سوالف أو دردشة حول هالأمور هذه. نعم. فبعد إذي بد يعني هل لك وجهة نظر؟ نعم. حول ما يسمى بالشعر الحديث. نعم. هو موضوع الأشعار الحديثة يعني دخلت عليها بعض الآداب الأخرى، وليس الأدب فقط دخلت عليه بعض الأشياء الأخرى، وإنما جميع الحياة اليومية التي يعيشها الإنسان العربي دخلت بها بعض الأشياء الجديدة، سواء كانت هذه الأشياء مفروض عليه أو سواء كانت من مقتضيات الأمور الحديثة. ولكن هناك فرق بأننا نستعير من الغرب أو نستعير من الشعوب الأخرى، السيارة والقاطرة والطائرة، ونستعير منهم العواطف أيضا. طبعا العواطف هي الأشياء المهمة بالنسبة للمجتمعات، لأنه استيراد العاطفة غير استيراد السجائر أو استيراد المأكولات. فعندما بيستعير يعني عندما تستعير الشعوب عواطفها وأفكارها من المجتمعات الأخرى، معناته أنها سوف تذوب في هذه المجتمعات.
نحن كبقية الشعوب الحديثة نتفاعل يعني مع العالم، ولكن ليس إلى درجة الإغراق فيه بحيث ننسى الأفكار اللي بدأت في بداية المجتمعات العربية. معناته أنه هناك نوع من الأدب العربي، هناك نوع من الأفكار العربية، هناك نوع من العلوم العربية، وهناك نوع من الفنون العربية. فعلى الشاعر الحديث أن لا يتجرد كليا من التاريخ، لأنه عندما يتجرد كليا من التاريخ معناته أنه فقد الهوية العالمية بالنسبة له. فموضوع القصيدة الحديثة يعني مو شيء غريب، لأنه جميع الأشياء اللي حنا بنستخدمها حديثة. فموضوع القصيدة الحديثة يجب أن لا تأخذ القديم كله ولا تستغرق في الحديث كله، وإنما تأخذ الخميرة القديمة ثم تكون المسايرة الحديثة. نعم. طيب، أنا نسيت في البداية لا أنوح أن في الواقع ما أتحفت فيه أنت القراء من دواوين، أنت لك ديوان مذكرات بحار، ديوان نور من الداخل، ديوان الطين والشمس أعتقد موجود عندنا هني، الطين والشمس، وديوان اسمه رسوم النغم المفكر. كله أيضا كتاب بقايا الألواح، وفي تحت الطبع إن شاء الله راح يطلع بقايا الألواح. أي ألواح هذه؟ والله تستطيع أن تقولها بكل شيء، تقدر تقول ألواح السفينة، تقدر تقول ألواح الصور المجهولة أو الصور المرئية. يعني هذه بعض العناوين لا تحدد في المعنى، طيب، وإنما تترك للقارئ. يعني مثلا لما أنا بقول لك هذا ماء، خلاص ما في يعني نقاش انه هذا ماء. نعم. لكن لما بقول لك بقايا الالواح، ما لي حق ان اقول لك انه بقايا الالواح مثلا من شو اسمه سفينه او مثلا شيء اخر. نعم. وانما هو القارئ اللي بيحلل هذا الكلام. خليني اسالك محمد، هل انت تختار عناوين دواوينك عاده؟ طبعا تحددها. انا بالنسبه لي العنوان ياخذ وقت عندي، يعني معاناه، لانه العنوان بالنسبه للقصيده هو عباره عن نوع من الاطار الصغير يعني. تنشر انت قصيده اسبوعيه في ملحق جريده الهدف. نعم. كل اسبوع. فتعودوا القراء أن كل أسبوع يقرون لك القصيدة، ومن فترة يعني. نعم. فهل هالقصائد هذه يعني معمولة عندك وتنشرها تباعا، أم تعملها لهذا الغرض؟ والله لكي تنشر كل أسبوع. الشعر بالنسبة لي هو عبارة مثل الهواء والماء. نعم. يعني أنا بعيش حياتي كجسمة شاعر. نعم. وبرأيي أن الأعمال الناجحة هو أن تكون الممارسة فيها. صحيح. وأن يكون التخصيص فيها. نعم. يعني مثلا أنا كوجودي كمثلا شاعر، خلاص أنا وجودي شاعر، إذن بتحمل جميع المسؤوليات اللي تقع علي. فإذن يجب أن تكون ممارسة الشعرية بالنسبة للشاعر دائمة، مو بس الشعر، سواء كانت وظيفة أو سواء كان عمل، يجب أن يكون بخامر الإنسان 24 ساعة لكي يكون عنده إلمام فيه. صحيح. يعني مسألة الفكر مثل مسألة القلب، لما يقف القلب معنى أن الجسم يموت، لأنه راح يفقد الطاقة الموجودة في الجسم. فموضوع الفكر أيضا عندما
يقف الفكر، معناه أنه صار نوع من الحجاب بين الإنسان وبين الأشياء اللي هو يمارسها. محمد، ما هي القضية اللي يطحها محمد الفايز؟ والله أنا القضية بالنسبة لي هو الشعر. أنا الشعر، فالشعر يعني بعدين الشعر مو شيء هين، يعني الشعر في لغة، الشعر في أوزان، الشعر في مراقبة الأحداث، الشعر في التوغل في العالم. الشعر هو عبارة عن حركة فكرية منغمة. يعني مثلا أنت لما طالع بالعلاء المعري تشوفه بيتناول الإنسان ويتناول الحياة ويتناول الآخرة، يعني تصور الأفكار اللي كانت تدور في رأس هذا الإنسان الأعمى، إنه شلون كان بيتصور الحياة وإنه شلون كان بيتصور الآخرة. بعدين يعني صار بينه وبين أبي العلاء المعري حوالي 1020 سنة تقريبا. يعني يعني أنت شوف قبل على سبقنا بالبحث عن العالم قبل 1000 وكذا سنة، فكيف حنا الآن في القرن 20؟ مشكلة الشاعر الحديث إنه ما يعيش القضية الشعرية. يعني يعني مثلا حنا نقول إن ليش الأدب العربي أصبح منزوي عن العالم؟ لأن الشاعر منزوي عن العالم، يعني ما يعيش يعني شو اسمه حياته كشاعر، إنما يعيش كموظف أو يعيش كرئيس جريدة أو يعيش مثلا تاجر أو يعيش صاحب، يعني بيمارس أعمال أخرى. ولذلك تشوف الطاقة الموجودة عنده متفككة. نعم أخي محمد، أنت موظف أيضا. اي نعم موظف. اي نعم موظف. هل هذا العمل كونك موظف وكونك شاعر بتحس ان الوظيفه بتبعدك عن هذا الجو او تحد من تضوعك كشاعر الى حد ما؟ والله هو كوجودك كموظف الجماعه ما يطالعوني كشاعر، لا الجماعه يريدون مني شغل. شغل. نعم. فيعني يعني ايش اسمه احنا قدر استطاعتنا ان نشتغل يعني. نعم. بعض قصائدك لحنت. اي نعم. وصورت للتلفزيون. اي نعم. ومنها اللي سمعناها في الاول، هل ركبت البوم والسنبوك، اللي غناها شاد الخليل. نعم. في قصيده ثانيه اللي هي موطن الهولو. نعم. لحنت. اي نعم. وصورت تلفزيونيا واذيعت خلال احتفالات العيد الوطني 18. اي نعم. الان انا بعرض عليك لقطه من نعم. موطن الهولو. نعم. وبيك وبعدين راح اسالك السؤال. خلينا نشوف لقطه اولا من موطن الهولو. Thank you.
طيب الآن شفت لقطة موت الهولو. نعم. سؤالي لك. نعم. أنت كمحمد الفايز. نعم. اللي هو هذا شعرك يا موطن الهولو الذي قنت له من أمس أمس إلى آخره، شعرك هذا. نعم. قدم بهذه الصورة. نعم. من لحن وتقديم وإخراج. نعم. تلفزيوني. نعم. هل أنت راضي كشاعر عن الصورة اللي قدمت فيها قصيدتك؟ برأيي أن المسؤولين في وزارة التربية قاموا بكل جهودهم في إخراج المذكرات بالصورة المطلوبة، وكذلك الأخ شادي الخليج والملحن والأخوان والأخوات اللواتي قمنا بالرقصات وبتقديم العرض. وأنا برأيي أن في الأعياد القادمة إن شاء الله سوف تكون المذكرات بأكثر مستوى، لأنه لو نشاهد المذكرات في العيد الوطني السابق نشوف أنه الحلقات الأخيرة كانت مركزة شوي، يعني بأكثر من العيد الماضي. نعم. وطبعا جواب دبلوماسي. نعم. ما حصل منك شيء من هالجواب. لا يعني شلون يعني أنا كنت بتصور شنو رأيك يعني هل أنت معجب بالعمل اللي قدم من ناحية فنية؟ معجب جدا. معجب. معجب. ما لك عليه ملاحظة. طبعا هو في نوع في بعض الأخطاء الفنية، بس الأخطاء الفنية بس نشوفها أنا وياك على اعتبار أنه حنا عندنا إلمام في اكتشاف الأخطاء، لكن بالنسبة للناس بشوفهم دائما بيذيعونهم في الإذاعة ويذيعونهم في التلفزيون وفي بعض الأشرطة كاسيت أيضا جماعة بينقلونها. نعم. زين، من يعجبك من الشعراء الحديثين؟ بيعجبني جواهري. جواهر. جواهر شاعر ممتاز وشاعر يعني مسن. الآن عمره تقريبا شو اسمه 85 سنة. فطبعا علاوة على الظروف السياسية اللي مرت فيه والأشياء اللي والأحداث العالمية اللي مرت عليه، وبعدين قراءات المستمرة القديمة طبعا راح تخلق من الشاعر أو الشاعر الأول يعني برأيي. طيب احنا كنا عاوزين نريد كنا نريد نسألك إذا تحب تسمع أغنية أو مقطوعة أو شيء. والله ودي لو أسمع قصيدة من قصائد الجواهر. جواهر. شوف إذا المخرج ينزل لنا لقطة لقصيدة من جواهر رجاء. تسبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتيني. حييت سبحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين. يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني. الله رائع. فضيعة. بعد شوية منها أستاذي. حلوة. حلوة القصيدة. إني وردت عيون الماء يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني. يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين؟ الله. خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني، تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحي. الله. رائع. طيب قصيدة رائعة في الواقع ومعك حق يعني. طبعا الجواهر يعني مثل ما قلت لك انه شاعر يعني عملاق. وانت معجب فيه كثير يعني. يعني مو كثير، انما هو فيه ببعض الاشياء اللي انا بتناولها. يعني اجى واهري بغض الطرف عن مواقفة السياسية، انا بطالع من ناحية البيت ومن قوة البيت ومن المامة باللغة
وبرأيي أن القصائد السياسية مثل قصائد المناسبات، لما تروح الظروف اللي جاءت في القصيدة بتروح القصيدة. تكلمت من قبل شوية عن أبو العلاء المعري. نعم. فهل أنت من المعجبين بأبو العلاء المعري؟ أنا معجب بأبو العلاء على اعتبار أنه عنده رؤية الأشياء واكتشاف الأشياء، والشعر هو عبارة عن اكتشاف الأشياء، اكتشاف الحركة، اكتشاف نبرات الأصوات، اكتشاف الجمال، وبنفس الوقت اكتشاف القباحة أيضا. يعني الشعر مو بس مجرد أوزان وصف كلام، لا، الشعر عبارة عن معاناة، يعني مثل إنسان بيحاول أن يكتشف شيء، الشعر هو عبارة عن اكتشاف أيضا. نعم. لك سؤال أخير أخي محمد. هل الفن عندنا يوكل عيش؟ والله عند بعض الناس بيوكلهم عيش، في ناس بيبحثون عن عيش، وفي ناس ما العيش عندهم مو شيء، يعني رغيف خبز وماي وجقارة يكفي يعني. المسألة نسبية. ها يعني هذه طبعا يعني طبعا من أضعف الإيمان أن الإنسان ما يموت جوع. أخ محمد. نعم. احنا شاكرين جدا تفضلك حضور البرنامج. أهلا والإجابة على أسئلة البرنامج. يا أهلا مرحبا.